أتمنى الحلب يعود عمار حلب، تكون السنة الخير 2017 علينا ونخلص من الإرهاب سوريا. نتمنى الخير لسوريا ونتمنى الخير لأهالي حلب، وإن شاء الله أهالي حلب يرجعوا وكل شيء يتضرر يرجع يصلح منازله، وإن شاء الله تعود حلب مثل أول وأحسن إن شاء الله، ونتمنى الخير لسوريا كليات إن شاء الله. والله حلب عزيزة، حلب قلعة صامدة، وحلب إن شاء الله دائما وأبدا هي قلب هذا الوطن. والله نتمنى كل الخير إن شاء الله، كل الناس الطيبين اللي كانوا هون بيرجعوا على حلب على بيوتهم وبيرجعوا بيعمروا حلب مثل ما كانت وأحسن، إنه يرجع الأمان لحلب وترجع حلب مثل الأول، لأنه هي رمز صمود ورمز اقتصاد وقوة. نتمنى له إنه الله يحميهم كلياتهم وتغلبوا على الإرهابيين اللي عم يدمروا سوريا. بس ما دام موجود الجيش العربي السوري والسيد الرئيس بشار الأسد راح يضل موجود القوة والصمود لسوريا. الله كل عام وانتم بألف خير، وخلينا سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد إنه لولا ما كان رجعت حلب، ونوجه التحية للجيش العربي السوري ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير. نتمنى عام جديد لسوريا كلها، ونتمنى إنه هالجيش يرجع لسكناته والأمن والاستقرار يكون لهالبلد. بتمنى بعام 2017 يعود الأمن والأمان لسوريا الحبيبي، يتحسن الوضع الاقتصادي بالبلد، الوضع المعيشي للمواطن أهم شيء. بتمنى للجيش العربي السوري بعد انتهاء الأزمة أنه يحقق الانتصارات الموعودة والمنشودة، أنه يعود لسكانته ويرتاح ويعد العدة للحرب الكبيرة اللي بيننا وبين الكيان الصهيوني، اللي هي الحرب المصيرية الأولى والأخيرة. الأمنيتين يرجع الأمن والأمان لسوريا ونرجع زي زمان، ويرجع الفرحة بعيوننا وعيون أطفالنا. والله أمنياتي لعام 2017 إنه مثل ما تحررت محافظة حلب إنه كمان يعم التحرير لمحافظة درعا بالكامل من رجس الإرهاب، لأنه تحرير حلب كسرت شوكة العالم كله. إن شاء الله يعود الأمن والأمان لسوريا ب 2017 بدايته طبعا، يا رب إن شاء الله تتحرر كل الأراضي السورية ويرجع الأمن والأمان لسوريا. إن شاء الله يكون كل شيء بخير وتنحل الأمور وتتحسن الأوضاع بكل أنحاء سوريا، ويكون كل شيء أحسن من الأول وترجع أيامنا مثل ما كانت وأحسن، وإن شاء الله ترجع أيامنا أحسن وأحسن. نصر وراء نصر إن شاء الله، عيد الجاي إن شاء الله تكون أيام الجاي اللي علينا تكون كتير كويسة، ويكون الشعب السوري كله بخير. نقول له كل عام وأنت بخير والله يحميكم يا رب. سيسجل التاريخ بطولات الجيش العربي السوري للأجيال القادمة، ستدرس في المدارس العسكرية بدول العالم. بقول له كل عام وانتم بخير، وسوريا بألف خير، والوطن أغلى ما لدينا. إن شاء الله مثل ما انتصرت حلب بعام 2016 نشوف الانتصار من 2017، انتصار كبير على كل أنحاء الأراضي السورية بإذن الله. بتمنى الجيش العربي السوري أولا وأخيرا هو قادنا وهو الكل. الجيش ما في بعده شيء اسمه جيش، الجيش العربي السوري هو القدوة للعالم كله، وإن شاء الله يا رب السنة 2017 بيكون الأزمة منتهية.